مهمه جدا وفرحه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ناصر ماهر اللي يمكن بالتاكيد طبعا هاخد منه كلمات سريعه. ناصر ماهر واحد من نجوم النادي الاهلي. ناصر ببارك لك. الثلاثيه ده كان مجهود كبير وامر مهم جدا لعيبه النادي الاهلي. يحسب لكل اللعيبه ويحسب للجهاز ويحسب ايضا كمان ليكو. لاخر دقيقه بنحارب ضربات الجزاء فيها توفيق والحمد لله ربنا كرمنا النهارده ناصر. الحمد لله طبعا مبسوطين ان احنا ناخد الكاس بقاله فتره غايبه عننا. اللعيبه عملت مجهود كبير والحمد لله. انت عارف ماتشات الكاس ممكن في اي لحظه يحصل حاجه مثلا ملهاش علاقه انك فريق كبير او صغير، بس الحمد لله ومبسوطين بالبطوله. يعني الناس منتظره منك يا ناصر بشكل كبير الفتره اللي جايه، ومنتظرين كمان من كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تحققوا بطولات كتيره وتسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. الفتره اللي جايه بتمثلك ايه ان شاء الله؟ يعني ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو اي بطوله بيلعب عليها، وده اللي احنا متاسسين عليه. وان شاء الله يعني فاضل السوبر ان شاء الله ناخد الثلاثيه ونبتدي الدوري، ناخد دوري وناخد كاس تاني وناخد بطوله افريقيا تاني. ده هدفنا دايما. الله يبارك فيك.